هذا وبعد أن أعلن في معرض بورصة برلين للسفر والسياحة عن فوز مدينة خورفكان كأفضل مدينة سياحية عربية للعام 2023، وذلك ضمن جوائز الاتحاد العربي للإعلام. زارت كاميرا أخبار الدار المدينة برفقة الزميل وليد الأصبحي وعادت لنا بالتالي. عروس الساحل الشرقي تزف بجائزة أفضل مدينة عربية للسياحة، تتويج لم يأتي من فراغ بل جاء بعد نظرة سديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة. وهنا بدأت الحكاية، النهضة والمشاريع السياحية جعلت منها المدينة الجاذبة لكل السياح بمعالمها وعراقتها، لعل أحدها هذا المكان الشاهق المطل على كل شبر من المدينة. أفضل مدينة سياحية عربية لروعة جبالها وسحر شواطئها وعراقة قلاعها وحصونها ومتنزهاتها وشلالها والسوق القديم، وحدث ولا حرج. خورفكان المقدمة أمام الأهالي والزوار تجربة سياحية مميزة طوال العام، تبرز جمالها في ظل حزم من المشاريع التطويرية مكنتها من الحصول على جائزة أفضل مدينة سياحية عربية والمقدمة من الاتحاد العربي للإعلام السياحي. كاميرا أخبار الدار بدورها التقت بعدد من الشخصيات وأهالي المدينة وأضافوا لها التالي. هذا ما رسمه صاحب السمو، وذلك مثل ما قلنا علينا كنجهات أن نحافظ على هذه المكانة المرموقة التي وصلت لها المدينة، وإن شاء الله تتسابق مدن إمارة الشارقة في الوصول لهذه الرؤية الجميلة. بهذا الإنجاز أو بهذه التسمية باعتبار مدينة خورفكان المدينة الأولى عربية سياحيا، يمثل لنا حقيقة نقلة نوعية كبيرة ويحملنا مسؤولية أكبر حتى أن نحن نستمر بما نقوم به من عمل. اليوم فوز مدينة خورفكان في أفضل مدينة عربية لا شك أنه راح يكون له تأثير كبير من الناحية السياحية والاقتصادية على مدينة خورفكان وعلى المنطقة الشرقية بشكل عام. هذه المدينة ومناطق المدينة منها منطقة شيص ومدينة خورفكان يمكن شهدت في الفترة الأخيرة مشاريع نوعية ومشاريع حقيقة استثنائية، جعلت تدفق السياحة من دولة الإمارات وأيضا من جميع دول العالم. حقيقة هذا الجهد ما جاء من فراغ، ترى جاء بجهود بذلها الشيخ سلطان من دون أن تولى الحكم 51 سنة، والشيخ سلطان محمد القاسم عضو مجلس الاتحاد حاكم مال الشارقة يبذل قصارى جهده من أجل إسعاد شعبه، ونحن والله العظيم بأمانة أن أسعد ناس على وجه الأرض. أبناء الإمارة كان لهم نصيبهم من هذا التكريم، حيث حاز سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث على جائزة رجل التراث العربي للعام 2023. السعادة تكاد تكون غامرة في الحقيقة بحصولي على هذا اللقب، لقب رجل التراث العربي، وأحمد الله أولا وآخرا، وأشكر صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يعني أجزم بأنه هو معلمي الأول. أقول أهنيها بعاصمة السياحة وهي للعرب رمزا للسياحة، وهي دار المحبة والسياحة، سقاها الله رب الكائنات ولي علا وشيد مستواها، ونعم سلطاننا يلي بناها عساها تنال كل الأمنياتي.